الفقرة لا تمثل أحد. السؤال الأخير عند الشباب، يا الربع من يرى نفسه أشعر الموجودين غير الرجال هذا وترك القريش اللي قد يطلعوا معي؟ أنا ما أقول شيء، أبغى أشعر الموجودين شعراً. أشعرهم شعراً. تبي الشعار الموجودين؟ ابن فهد صاحب لسان سليط منو؟ وبلاغة وبيان وسجع وكلها جمعها وتخصص بكرة غربي. يا خالد بكرة الله يحييك أحتاج عبد أحتاج عبد الواحد كشاعر، ومن المنشدين الموجودين سم، وأحتاج أحمد. ممتاز، من الآن أعلمكم وش النقاش بكرة، من يخدم الثاني أكثر، الشاعر يخدم المنشد ولا المنشد يخدم الشاعر؟ هذا جميل يا أستاذي، تسمعني؟ ممتاز، النقاش هذا من فاز فيه وفصل فيه له 1000 نقطة. ممتاز، سلام عليكم. الله يعطيك العافية. تبغى معي عادي يا تدخل معي فقرة إضافة، قصيدة من تركي بن محمد إذا ما عليك أمر. من تركي بن محمد؟ كفو إضافة للفقرة. كفو أبو محمد، لكن يقول قصيدة في الفقرة. أنا طالب كذي طالبة، لا تطربني أنا أبو معي. أعتذر نبدأ. طيب قول لي لهلا أعطيت المنشد 1000 نقطة ولا أفوق عليه بأي حاجة، فأنا ودي أدخل مع شاعر في هذا الجانب. لا، هي نقاش بين الاثنين. ضيفني مع المنشد. لا، نقاش بين الاثنين، لعلك يعني في الاثنين الآخرين. بكرة عندي 4. فاكم التوفيق. الله يوفقك. تحية الفهد. أنت يا أبو معيان، أنت أبلشتنا في ثنتين. أبلشتني مع ولد عمي، ما هو برفيقي، مع ولد عمي، وأبلشتني مع أهل البدو. وين وين هو؟ أخطر يا أخوان. أنا أقولها لا، وزاد ما أعطيتنا إلا على 500. لا شوف، قول لي لا الله، قول لي لا الله. انت لو ما اعطيني المنشد والشاعر سريت عليك الليل، ما عندي مشكله. لكن تشبني مع الناس اللي الاقوياء والمشاهير. جاكم انت اعطيت وين اللي بيدخل كل واحد 500 وخليتني مع القريش ينتهاوش على 501. اي هذا اللي يعجبني انا، ما جبتك صلع عندك، بجيبك انت، ما جبتك يا عتيبي انت ورفيقي الا عشان تهاوشوا على 500. وفقكم الله.